اهلا وسهلا بيكم، معاكم الشيف احمد في وصفة جديدة من وصفاتنا. النهاردة هنعمل مع بعض قرص محشية سكر وقرفة، ممكن نفطر بيها كل يوم مع كوباية شاي بلبن. يلا بينا نروح نعمل مع بعض الوصفة بتاعتنا. اول خطوة طبعا هي خطوة المكونات بتاعتها، هنلاقيها تحت الفيديو في صندوق الوصف. ياريت اللي ما عملش اشتراك للقناة يعمل سبسكرايب ويشترك ويعمل لنا لايك للفيديو. اول خطوة عندنا هنحط السكر في المية الدافية بتاعتنا، وهنحط عليهم الخميرة وهنقلبهم كويس، وهنسيبهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة لغاية ما الخميرة تبقى نشطة واكتف ونقدر نستخدمها. الخطوة اللي بعد كده هنضيف الدقيق بتاعنا وعليه معلقة الملح، وهنضيف عليه الزيت او السمن النباتي، وهنقلبه بالميكسر. الوصفة دي ممكن تستخدم فيها الميكسر او لو حابب تستخدم ايديك برضه. بعد كده من حين لاخر كل شوية هنحاول ان احنا ننزل الحواف تحت ونقلبها كويس عشان الزيت يختلط بالدقيق بتاعنا وبالملح. في نفس الوقت هنبتدي ننزل عليه بالمية بتاعتنا بالخميرة شوية بشوية لغاية ما يتكون معايا قوام العجينة بتاعتي. وده شكل العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها لمدة 7 دقايق. زي ما حضراتكم شايفين برضو القوام بتاعها متماسك وطرية. هنعملها دايرة وهنحطها في إناء، وقبل ما نحطها في الإناء هنحط شوية زيت في الإناء في قعر الإناء، وهنضيف العجينة بتاعتي جواها، وهنحط على وش برضو العجينة بتاعتي شوية زيت، وهنغطيها بكيس بلاستيك وهنسيبها ترتاح لمدة ساعة. أنا بحط برضو شوية زيت فوق الوش عشان الوش ما ينشفش، وعشان كمان الكيس بلاستيك ما يلزقش. بعد مرور ساعة شكل العجينة بتاعتي بعد ما تخمر هلمها مرة تانية وهبتدي أقسمها عشان أعرف أشتغل بيها. أنا هستخدم في الوصفة دي الميزان، أو لو حابب إن أنت تستخدم إيديك استخدمها مفيش مشكلة. أنا هستخدم الميزان وهعمل كل قرصة في حدود 70 جرام. أهم حاجة بعد ما أقسم القرص بتاعتنا أو العجينة بتاعتنا لازم تتغطى كويس جدا عشان ما تنشفش منها. في نفس الوقت زي ما حضراتكم شايفين هكون محضر 3 أطباق، واحد فيه السكر والقرفة بتاعتنا والسمسم وطبق فيه مية. وزي ما حضراتكم شايفين هبتدي استخدم او همسك العجينة بتاعتي واحاول افردها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بس ما حاولش اضغط عليها عشان ما اطلعش منها الهواء. انا مجرد بس ان بفردها شويه عشان اعرف احشيها السكر بتاعنا. وهجيب معلقه سكر او 3 معالق بالظبط سكر صغيرين بتاعت شاي، وهحشي بيها العجينه بتاعتنا، وهقفلها زي ما حضراتكم شايفين بالطريقه دي. انا هحاول اقفل كل الاطراف بتاعتها والمها كويس جدا عشان انا مش عايز السكر بتاعي يخرج من العجينه. وبعد ما قفلتها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت احاول ان انا اكورها واعملها كوره عشان تبقى سهله معايا لما اجي اعملها على شكل قرصه. وبعد كده هنحطها في قلب السلطانيه اللي فيها ميه عشان لما نضيفها في السمسم او نحط سمسم عليها تمسك في السمسم. ونكون محضرين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180، وهندخلها في الفرن لمده ربع ساعه ل 20 دقيقه لغايه ما تحمر معانا وتطلع النتيجه بالطريقه اللي انت شايفينها دي. وبكده تكون الوصفة بتاعتي انتهت. أتمنى أن تجربوها ولايك وشير للقناة بتاعتي، وأشوفكم في وصفة جديدة وبالهنا والشفا.